يقول وسجود الشكر لا يكون داخل الصلاة، فإذا سجد لله شكرا أثناء الصلاة تبطل الصلاة، لأنه ليس من أعمال الصلاة سجود الشكر، وهذا يعتبر زيادة ركن فعلي متعمدا فتبطل الصلاة فيه. مثل الواحد يتعمد يسجد 3 مرات تبطل صلاته، واحد يتعمد ركع سمع الله ركع مرة ثانية، ليش ركعت مرة ثانية؟ قال زيادة خير، زيادة خير بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. أي زيادة لركن فعلي في الصلاة تبطل مع الصلاة، والسجود ركن، فإذا سجد لله شكرا في أثناء الصلاة بطلت صلاته. وقد وقع لأبي بكر رضي الله عنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم يوما وأبو بكر يؤم الناس، فسبحوا لأبي بكر ينبهون النبي وصل صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر لا يلتفت فأكثروا التسبيح وصاروا يصفقون، فظن أبو بكر أن في شيء مهم يعني مو قادرين يتكلمون، فصاروا يسبحون ما التفت، كب صفقوا بأيديهم، التفت أبو بكر وإذا الرسول خلفه صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يرجع حتى يتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إيش مكانك يعني أكمل الصلاة خلك أنت إمام أكمل، فرفع أبو بكر يديه إلى السماء يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الثقة وهذه التزكية من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له أنه يصلي بنا أنا أصلي خلفك، هذا ترى فضل شرف لأبي بكر الصديق رضي الله، فرفع يديه إلى السماء حمد الله تبارك ثم رجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لأبي بكر ما منعك إذ أمرتك أن تبقى في محلك، لماذا رجعت؟ فقال ما كان لأبي بكر أو ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا فيها إيش رد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول له عصاه، فهذه يسمونها معصية شنو؟ معصية إكرام، عصاه ليكرمه كما فعل علي رضي الله عنه لما أمره أن يمحو اسمه لما بايع أو لما عاهد قريشا في صلح الحديبية، قال اكتب، يقول لعلي هو كاتب الصلح، هذا ما صالح عليه سهيل بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا تكتب رسول الله، اكتب اسمك واسم أبيك، يقول له سهيل لو أن وقعت أني صالحت رسول الله بعد نتابعك، ليش ما نتابعك؟ أنت مو رسول، احنا ما نعترف أنك رسول، فقال لا تكتب رسول الله، اكتب اسمك واسم أبيك، فقال لعلي امحوه يا علي امحو رسول الله، قال لا امحوه، هو لا يقصد عصيان النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقصد ماذا؟ كرام النبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا يتشرط علينا ما امحوه، فقال النبي ضع يدي عليه، النبي لا يقرأ، قال ضع يدي عليه أيه وين هي رسول الله؟ قال هذه، قال ضع يدي عليه، مسح الرسول بيده صلى الله عليه وسلم، فالشاهد أن عليا ما عصى النبي صلى الله عليه وسلم، أو بكر ما عصى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني أراد إكرام النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد القصة أن أبو بكر لم يسجد وإنما اكتفى بإيش؟ بشكر الله تبارك وتعالى، برفع يديه وحمد الله تبارك، ولم يسجد لي الشكر، ولم يقل له النبي لما لم تسجد للشكر، بل أقره على رفع يديه، وهذا فيه أن الإنسان لا جاء خبره يصلي ترى يجوز أن يرفع يديه ويشكر الله سبحانه وتعالى. على كل حال أن سجود الشكر لا يجوز في أثناء الصلاة، لو كنت تصلي مثلا وقالوا لك فلان وصل أو فلان وعى، كان في غيبوبة مثلا، فلان وعى من غيبوبته أو جتك فلوس، ها ما يصير تسجد الشكر وأنت في الصلاة، تنتظر حتى تنتهي من الصلاة ثم تسجد للشكر.